الملف النووي الإيراني عند منعطف حاسم، اجتماع وزاري أوروبي إيراني في بروكسل لإطالة عمر الاتفاق النووي وترقب لقرار حاسم على الجانب الآخر من الأطلسي، حيث يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمستشاريه لبحث فرض عقوبات جديدة على طهران، ما يعني عمليا سقوط اتفاق استغرق التوصل إليه جهدا مضنيا وسنوات من التفاوض. تلوح أوروبا بأهمية الاتفاق النووي رغم مآخذ واشنطن على طهران، بينما ترسل إيران من جهتها إشارات إيجابية للتمسك بالاتفاق، لكن الكلمة الفصل في هذا الملف ستكون أمريكية. فأي أفق لصمود الاتفاق النووي الإيراني، وما هي البدائل المتاحة لجميع الأطراف في حال سقوط هذا الاتفاق؟ نفتح النقاش بعد التقرير التالي. الخلافات مع إيران بخصوص مجموعة من الملفات لا يجب أن تؤثر على تنفيذ الاتفاق الموقع مع طهران حول الملف النووي الإيراني، لازمة ترددت على لسان وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالإضافة إلى فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل ساعات فقط من بث الرئيس الأمريكي في مسألة إعادة فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت بموجب الاتفاق الدولي. ليس هناك أي مؤشر يمكن أن يدعو إلى التشكيك في احترام الطرف الإيراني للاتفاق، بما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد بانتظام حسن تطبيقه. من المهم اليوم بالتالي أن تلتزم الأطراف المعنية بهذا التعهد المشترك وأن يحترمه بالتالي حلفاؤنا الأمريكيون أيضا. وكان قرار ترامب في أكتوبر تشرين الأول الماضي عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي مع إيران قد أبرز اختلاف موقف واشنطن عن مواقف بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي. ويخشى الأوروبيون من انهيار الاتفاق إذا ما أعادت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران. وحدة المجموعة الدولية مسألة مهمة للحفاظ على اتفاق يجعل العالم أكثر أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى التسلح النووي في المنطقة، لذا نتوقع من جميع الأطراف أن تواصل تطبيق هذا الاتفاق بشكل تام. وقد سعى الأوروبيون في محاولة ربما لتهدئة الجانب الأمريكي للتطرق خلال اللقاء أيضا إلى الملفات الخلافية مع إيران، وعلى رأسها سعي طهران إلى تطوير صواريخ باليستية ودعمها للرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني والتمرد الحوثي في اليمن، نقاش لم يفضي على ما يبدو إلى أي نتائج تذكر. يدرك الأوروبيون أن مواصلة تنفيذ الاتفاق الدولي مع إيران رهين بمشاركة واشنطن، وهو ما يدفعهم إلى انتظار قرار الرئيس الأمريكي بقلق كبير، أملا في تفادي أزمة جديدة مع الولايات المتحدة تبدو أوروبا في غنى عنها. لبي فهمي، التلفزيون العربي، بروكسل. أهلا بكم للخبر بقية. ينضم إلينا في هذه الحلقة من طهران عباس خاميار، كاتب وباحث سياسي، وأيضا من باريس الكاتب والمحلل السياسي هلال العبيدي، ومعنا من واشنطن عبر خدمة سكايب خالد صفوري مستشار مجموعة مريديان للأبحاث. أبدأ معك سيد خاميار، يعني هذا الإجماع الأوروبي كيف تقرأه طهران؟ هل هو بالنسبة لها دعم غير مشروط، أم أنه جرى الحديث اليوم مع وزير الخارجية الإيراني بمجال ربما للنقاش، لفتح نوافذ للنقاش في ملفات أخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف ولكل المشاهدين. الحقيقة هذا هو لم يكن دعما أوروبيا فقط، هو دعم المجتمع الدولي، لأنه هذه الاتفاقية هي مصدقة من قبل
الجامعي من قبل مجلس الأمن الدولي من قبل الدول 5+1. ويوم أمس كان لقاء في موسكو، في نفس الوقت أكد الروس على التزامهم بهذه الاتفاقية. هناك الوكالة الدولية للطاقة النووية أيدت لمدة 9 مرات في الآونة الأخيرة على صحة التزام إيران ببنود الاتفاقية. وأتصور يعني هذا الإجماع العالمي ربما يحصل لأول مرة بدعم الجمهورية الإسلامية بهذه الطريقة، ولكن هذا الدعم هو فقط يتعلق بالتعنت الأمريكي الاتفاق النووي، وبأن إيران فعلا يعني من وجهة النظر الأوروبية، فلنتحدث مثلا عن الدول الأوروبية الأساسية ألمانيا وفرنسا تؤكدان، وأيضا الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن إيران ملتزمة بهذا الاتفاق، لكن هناك مآخذ على إيران حتى أوروبيا بما يتعلق بسلوكها أو بأدائها السياسي في ملفات أخرى. فهل جرى الحديث يعني حسب معلوماتك والمعطيات المتوفرة لدى طهران، هل جرى الحديث مع الوزير الإيراني بهذه الملفات؟ لا أبدا، هذه ملفات منفصلة بعضها عن البعض. الحديث في الملف النووي والاتفاقية النووية هو الحديث عن كيفية التزام كل الموقعين على هذه الاتفاقية ببنود الاتفاقية. هنا الحديث والمباحثات التي جرت خلال سنوات على أهم ملف في ربما بين العالمي هو كان الملف النووي الإيراني. هذا كان نموذج عن معادلة الربح الربح، هذا النموذج يستطيع أن يقتدى به في كل الأزمات المستعصية في الشرق الأوسط وفي عالمنا الإسلامي والعربي. هذا الموضوع منفصل عن الأمور الأخرى. عندما تطرح ملفات أخرى هناك حديث آخر، هناك تصورات جديدة، وهناك مواقف بالتأكيد يجب أن تحسب لها بالحسبان من قبل إيران ومن قبل المجموعة الأوروبية أو أي دولة أخرى. الآن الحديث اليوم ما جرى الحديث في الاتحاد الأوروبي كان على بما يتعلق بموضوع الاتفاقية النووية بين إيران والمجموعة الدولية. كما قلت وأؤكد بأنه هذا الإجماع لن يحصل من ذي قبل. طيب، إيران أيضا لها مصلحة بأن تفصل الملفات ربما عن بعضها البعض، لكن سيد العبيدي هل فعلا يعني الأوروبيون يرون أن هذه الملفات يمكن أن تبقى منفصلة؟ يعني هناك كلام لوزير الخارجية الألماني يقول بأنه يجب فصل الملفات من دون أن يغفل الإشارة إلى استياء أيضا حتى أوروبيا يعني وحتى فرنسا مستاء من هذا السلوك الإيراني، ولكن يحاولون أن يكونوا أكثر لطفا يعني ترجمة هذا الموقف من الموقف الأمريكي. كيف أنت تقرأ هذا الدعم اليوم؟ هل فعلا هناك استعداد أوروبي مع التأكيد على الالتزام إيران بالاتفاق أن يتم طرق أبواب أخرى مع إيران في الملفات التي فعلا تؤرق المجتمع الدولي؟ والصاروخ الصواريخ الباليستية يعني هي واحدة من هذه الملفات. دعيني هنا أذكر بالتأكيد كلام أو التصريح الذي قالته قبل ساعات فيدريكا موغيريني، وهي ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية وإحدى المساهمات أيضا في توقيع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق أسس على 7 ركائز التي هي الدول 5+1 بالإضافة إلى الدولة المعنية إيران. أي خلل أو أي انسحاب من هذا الاتفاق لا يعطي للاتفاق أي قيمة. إذن هنا نحن نعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في الاستمرار في الاتفاق عن رفضه، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الاتفاق من دون أيضا مسايرة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا. ما قالته فيدريكا موغيريني اليوم أن هذا أن الاتفاق لا يعطي الحرية الكاملة لإيران بالتصرف منفردة في المنطقة. هناك ملفات أيضا عالقة كملف التدخلات الإيرانية في الشؤون الإقليمية لبعض دول المنطقة، إضافة إلى التطوير الباليستي للصواريخ يعني البرنامج الصاروخي الإيراني الذي من خلاله دخلت الولايات المتحدة الأمريكية
وأخذته حجة على إيران في أنها لا تلتزم بهذا الاتفاق. ولكن دعيني أشير أيضا إلى أن هناك بعض النقاط المهمة التي لا تريد الولايات المتحدة وجودها في هذا الاتفاق، من ضمنها نقطة تسمى بند الغروب أو الذي هو Sunset Clause باللغة الإنجليزية. هذا البند يتيح لإيران رفع بعض العقوبات المفروضة الآن على برنامج التخصيب للنووي الإيراني ابتداء منذ عام 2025، مما يعني تأجيل المشكلة. بعض الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن المشكلة لم تنتهي ولكنها أجلت إلى بعد 2025، ولكن حتى الإدارة الأمريكية داخل البيت الأبيض، داخل الإدارة الأمريكية، نجد أن هناك انقساما بين من يريد أن يسير في هذا الاتفاق دون إشراكه بالملفات. الجميع نعم. في الإدارة الأمريكية يدين إيران فعلا. هذه النقطة هي أيضا التي يبدو أن هناك استعداد أوروبي، يعني هذا بالضبط ما كنت أشير إليه، استعداد أوروبي لمناقشته، الحديث عن اتفاقية مكملة. وهنا أريد أن أسمع من سيد صفوري، يعني بما أنك في واشنطن وأنت يعني من خلال متابعتك المعمقة وأبحاثك، هل برأيك فعلا أن فكرة المناقشة ببند الغروب أو بمناقشة ما يسمى باتفاقية مكملة أو موازية للاتفاق النووي الإيراني هي قابلة للتحقيق، هي يمكن أن تجذب الكونغرس للموافقة عليها، أن تجذب أيضا طهران للموافقة عليها؟ لا، أولا طهران رفضت هذا الموضوع أكثر من مرة. إيران قالت أنها لن تقبل مفاوضات جديدة، وأن هذا الاتفاق استغرق عدة سنوات وكان فيه أخذ وعطاء، وكان هنالك بنود رفضت من الطرفين، ثم تم الاتفاق في النهاية على هذا الاتفاق. فلا أعتقد أن إيران لديها استعداد. إدارة ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس وبعض حتى الديمقراطيين والدين لإسرائيل كانوا يتكلمون على أن هذا الاتفاق هو تأجيل للموضوع، ولهذا يجب بحث اتفاق جديد. فعلى الأغلب أن هذا قد يتم طرحه تحت وجود إدارة الرئيس ترامب، لكن إيران رفضته مبدئيا منذ البداية، وأنا لا ألومها على ذلك، لأنه تغيير الاتفاق بعد التزام والتوقيع عليه من أطراف دولية ورعايته تحت الأمم المتحدة يلزم الجميع، وبالتالي تغييره بعد سنة أو سنتين غير وارد بالنسبة لحتى الأطراف الأوروبية التي تعتقد أنه هنالك هفوات أو نقاط ضعف في الاتفاق الأصلي، لكنها في النهاية وقعت عليه وتلتزم بهذا الاتفاق. وأعتقد إذا كان هنالك أمور يجب بحثها بعد 7 سنوات. يعني طيب، يقول الرئيس ترامب بأن يعني الاتفاق النووي الإيراني لا يعني يلبي طموح أمريكا أو لا يراعي مصالح أمريكا على المدى الطويل. ما الذي يحقق هذه المصالح؟ وأيضا بمكان ما، هل يعني يمكنه بمساعدة الكونغرس أن ينتهي من مشقة يعني مراجعة هذا القرار كل 90 يوما، وأن يعني يتخلص من فكرة الاتفاق وحمولتها على إدارته، لأنه يريد يعني مسار مختلف كليا عما جرى منذ عام 2015 أو ما جرى مع باراك أوباما؟ متوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بالتصديق على الاتفاق أو 90 يوما غدا، وذلك تحت ضغوط من مستشاره للمجلس القومي جنرال ماكماستر، حسب ما تم تسريبه أنه بذل جهود كبيرة جدا في إقناع الرئيس بالاستمرار بالاتفاق. لكن أنا أتنبأ أنه الرئيس ترامب سيقوم لاحقا، يمكن بعد أشهر يمكن بعد أسابيع، بإلغاء هذا الاتفاق، مثل ما فعل في قضية القدس في شهر مايو. كان تم التسريب أنه سيعترف بالقدس عاصمة إسرائيل، وسيقوم بنقل السفارة ويعلن نقل السفارة، إلا أنه تحت ضغوط وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ألغى الموضوع، ومثل ما فاجأ الجميع قبل أن يقوم بالنقل بعدة أيام بسيطة. هو رجل مزاجي، مثل ما قال الكتاب Fire and Fury أنه لا يقرأ ولا يلم بالتفاصيل ولا يفهم كيف يضر أو يفيد الاتفاق الولايات المتحدة. لهذا علينا أن لا نخوض في هذه التفاصيل باعتبار أنه هو يفهمها، ولا يفهم هذه التفاصيل، لكن هو يعمل بحسب نصائح مجموعة صغيرة مؤثرة فيه، أولهم زوج ابنته جيرد كوشنر ومجموعة من الصهاينة المحيطين فيه. فموضوع تغيير رأيه وارد جدا، وموضوع الحدث الداخلي داخل الولايات المتحدة وعليه ضغوط كبيرة جدا
في موضوع التحقيقات بعلاقته أو علاقة حملته الانتخابية مع روسيا، وقد يستعمل هذه موضوع الاتفاق النووي مع إيران وينهيه فجأة من أجل تحويل النظر أو تشتيت النظر عن مشكلته أو مشكلة التحقيق، أن يقوم مثلا بطرد المحقق الخاص الذي يقوم يعني بالتحقيق في لتمييع موضوع الصورة روسيا. وصرف النظر عنه كما ذكرت. سيد خمير، بالعودة إلى يعني ما ذكره ضيوف بند الغروب أو هذه الاتفاقية التي تريد الولايات المتحدة أن تنسجها بشكل موازي للاتفاق، هذا الطلب ليس أمريكيا فقط، يعني قرأنا وسمعنا مواقف أوروبية تحديدا فرنسا، رغم أن الموقف الفرنسي في كثير من الملفات وحتى بموضوع الاتفاق النووي الإيراني لا يتوافق مع الولايات المتحدة، لكن هناك على ما يبدو رغبة بأن يكون هناك اتفاقا آخر يضع إيران وأدائها السياسي بملفات كما ذكرنا متعددة في المنطقة ضمن هذا الاتفاق، يلزمها بأمر ما. لماذا ترفض إيران الدخول في اتفاق موازن من دون يعني إسقاط الاتفاق الذي تعتبره نهائي ولا رجوع عنه؟ يعني اسمحي لي، أنا أولا أريد أن أعلق تعليق بسيط على ما قاله ضيفك من باريس. الولايات المتحدة الأمريكية ليست بحاجة إلى حجة لتواجه طهران، هذه الحجج كانت موجودة دائما، وأساسا ترامب قبل في حملته الانتخابية والدعائية هو هدد بتمزيق الاتفاقية النووية قبل أن يدخل وقبل أن يفوز، أن يدخل البيت الأبيض وقبل أن يفوز في الانتخابات. هذه مواقف أمريكية كانت دائما، والإعداء الأمريكي كان متواصلا على مدى 4 عقود، وهذا ما شاهدناه جيدا. النقطة الثانية بما تفضلت به، لا، هذا الموضوع ليس موضوعا وليس مطلبا أوروبيا أبدا، وبالتأكيد كل الأوروبيين مصرون لا، أنت على تقول أنه أن ليس هذه مطلبا أوروبيا، ولكن يعني بالصحف الأوروبية هناك سواء مصادر تابعة للوزارة الخارجية أو حتى هم نفسهم يعبرون عن ذلك، يعني حتى الوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال بأنه صحيح يعني هناك إجماع على الحفاظ على الاتفاق، لكن أيضا لابد من التصدي لسلوك إيران المدمر، وقال أنه هناك يجب أن يكون هناك موقف يوازن بين عدم الرضا عن سلوك إيران لكن أيضا من دون التفريط بهذا الاتفاق. وهناك أيضا كلام لفرنسا. أنت تتحدثين عن الصحف وعن الإعلام، نحن نتحدث عن مواقف حكومية رسمية، ونتحدث نعم نتحدث عن مواقف رسمية، ونتحدث عن اتفاقيات رسمية قد وقعت في إطار رسمي وفي عناية وفي رعاية. لا لا، هناك معلومات ليست فقط من الصحف، هناك تصريحات يعني تصريحات تدل سواء من جانب ألمانيا أم من جانب فرنسا تحديدا بأنهم لا يمانعون هذا، يعني هنا أوروبا تحاول أن تفصل، وربما سيد العبيدي يمكن أن يشرح هذه النقطة، تحاول أن تفصل بين موضوع الاتفاق النووي وبين ملفات أخرى. تفضل اسمحي لي لكي أجيبك، يعني أنت اسمحي لي أمل وقت مخصص لي يجب أن أسمح لك، ولكن أنت الموضوع. تقول بأن المعلومات التي أذكرها غير دقيقة، وأنا أقول لك لا، لكن أريد أن أسمع وجهة نظرك. أنا أقول الاتفاقية النووية لن تتغير، الاتحاد الأوروبي مصمم على أن لا يغير ولا يجري أي تعديل في هذه الاتفاقية، ربما تكون هناك ملاحظات على ملفات أخرى وتأتي بعض المواقف استمرارية لمقابلات صحفية لاسترضاء أمريكي، هذا شيء آخر، لكن لا أحد يؤكد أبدا، الجميع يؤكدون بأن الملف الإيراني النووي والاتفاقية النووية يجب أن تبقى بحالتها الفعلية، ولن يطرأ أي تغيير على هذه الاتفاقية، وإن كان بعض كما تفضلت بأن ربما تكون ملاحظات في مجالات أخرى. أنا قلت هذين الموضوعين منفصلين بالكامل، لا إيران ولا الاتحاد الأوروبي ولا الموقعون سوى الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة العداء لإيران والكيان الصهيوني كما نعرف. طيب، بأن هذا الوقت مخصص لك ولضيوف أيضا، أريد أن أسمع من سيد العبيدي تعليق على ما سمعت من سيد خمير.
طوال فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، يعني لأنه يناقض ما أذكره، فأنت موجود في باريس، لو سمحت أن تتفضل برأيك بهذا الموضوع. يعني اليوم تحديدا السيدة فيدريكا موغريني، وهي ممثلة الاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية، يعني هي تمثل كل دول الاتحاد الأوروبي، أشارت بوضوح وأمام الإعلام أعربنا عن قلقنا في حيال تطوير البرنامج الباليستي والتدخلات في المنطقة، ولكن هذه الأمور لا علاقة لها بالاتفاق، يعني هي تريد تفصل الاتفاق، لكن هذا لا يعطي الضوء الأخضر للجمهورية الإسلامية في إيران أن تتدخل في المنطقة. الاتحاد الأوروبي يدين هذه التدخلات بشكل علني وواضح وصريح، وأسمع وزير الخارجية ظريف اليوم كلاما في هذا الموضوع، وأيضا حول حرية التظاهر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلاقة المتظاهرين والوضع الداخلي، كل هذه الكلام سمعه اليوم ظريف. لكن الاتحاد الأوروبي هنا يتقاطع مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا مع رؤية إدارة الرئيس دونالد ترامب في إلغاء الاتفاق. هم يريدون المحافظة على الاتفاق رغم هشاشة هذه المحافظة، لأنهم يرون فيه شكل من أشكال منع السباق التسلح النووي، ولكن الإدارة الأمريكية ترى أن هذا المنع هو منع مؤقت، وأن سباق التسلح قادم للمنطقة من خلال ممارسات إيران في تدخلاتها الخارجية، من خلال تزويدها بعض الميليشيات بالصواريخ التي رأيناها تطلق من هنا وهناك في المنطقة. لذلك إيران لا تفهم الرسائل، عليها أن تفهم أن رسائل الاتحاد الأوروبي لإيران هي الكف عن التدخلات في المنطقة، وأيضا الكف عن تطوير الصواريخ الباليستية وبرنامج الباليستي، وأيضا المواطن الإيراني لحد هذه اللحظة لم يرى نتائج الصبر من خلال الاتفاق النووي. الاتفاق النووي وقع تقريبا راح يصير سنتين على توقيع الاتفاق النووي مع إيران، ولكن هذا التوقيع والنتائج الاقتصادية لم يتأثر بها، بل على العكس ازدادت على كاهل المواطن الإيراني المشاكل الاقتصادية، وهذا ما رأيناه خلال الأسبوعين الماضيين من مظاهرات داخلية في إيران. لذلك النظام الإيراني لم يعطي الاتفاق حقه سواء داخليا او خارجيا من خلال وهذا ربما ايضا يعني ما تراه الولايات المتحده في التطوير. هل برايك انه ما يطرحه ترامب من انه يريد لايران ان تفتح ايضا المراكز غير الرسميه امام المفتشين، ويعني يذكر الكثير مما يراه شوائب من قبل ايران، هل برايك هذا يمكن ان تفرضه الولايات المتحده؟ هل ايضا يمكن ان تتحمل الموقف الايراني الذي قال بانه اذا ما قامت الولايات المتحده بأي خطوة تصعيدية فإن يعني الاتفاق يعتبر ساقطا، وبالتالي ستسرع أكثر من برنامجها من تطويره؟ تستطيع الولايات المتحدة أن تطالب بأي شيء، لكن إيران غير مجبرة أن توافق. أنا استبعد أن إيران توافق على هذه المطالب الأمريكية والمتابعة لتغريدات الرئيس ترامب بشكل شبه أسبوعي يتكلم عن الاتفاق النووي والسوء ومساوئه، وبالتالي لو أعطي مجال أن يفرض ما يريده أعتقد أنه سيطالب بهذه التغييرات. لكن ليس الاتحاد الأوروبي ليس متفق معه في هذا الموضوع، وحتى أقرب الأوروبيين له هي رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، قالت وأكدت أكثر من مرة أنها تدعم هذا الاتفاق وطلبت منه شخصيا أن يدعم هذا الاتفاق. لكن في النهاية الرئيس الأمريكي غير معني كثيرا بما يقوله خارج الولايات المتحدة أي شخص خارج أمريكا حتى البريطانيين، وقال ذلك عندما أرسل رسائل المتطرفين اليمينيين ضد الإسلام في بريطانيا، وانتقدته تريسا ماي وانتقدها عندما انتقدته. لهذا التأثير النهائي على الرئيس هو من المجموعة مثل ما قلت محيطة فيه، وثلاثة أو أربع أشخاص من الذين تبرعوا بأعداد أو بأموال طائلة لحملته الانتخابية. وأذكر أنه بعد مجيئه للبيت الأبيض بثلاثة أشهر قامت وزارة الخارجية الأمريكية بسيرتيفاي أو اعتماد الالتزام إيران بالاتفاق النووي، وكان ذلك في مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، وبعد ذلك بيومين حسب ما تسريبات واشنطن بوست كان شيلدن إيدلسون المليونير اليهودي الصهيوني في البيت الأبيض على العشاء مع زوجته، وكان غاضب جدا أن وزارة الخارجية أصدرت مثل هذا البيان. هذا كان يوم الأربعاء، يعني بعد يوم من التصريح وزارة الخارجية، والرئيس بناء على ضغوط شيلدن إيدلسون اتصل بوزير الخارجية حسب رواية واشنطن بوست عندما كان
كان يتناول العشاء وطلب منه أن يقوم بمؤتمر صحفي في اليوم الذي يليه لينتقد إيران، وقام وزير الخارجية تحت ضغوط الرئيس بهذا الكلام. بالتالي نحن لا نتكلم عن رئيس أو حكومة أمريكية، ولكن في النهاية هناك الكونغرس، ويعني ربما كلمة الفصل ليس فقط عند ترامب إنما أيضا لدى الكونغرس الأمريكي. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيلا سيد خالد صفوري مستشار مجموعة ميريديان للأبحاث، كنت معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن. وأيضا أشكر ضيفي من إيران سيد عباس خميار الكاتب والباحث السياسي، وأشكر من باريس سيد هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأيضا أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.